شفنا ازدحام كثير، واليوم يوم السبت وحاليا الساعة 12، يعني اكو ناس جايين من الساعة 7 صباحا. شنو هذا يدل على اقبال الناس على التلقيح؟ طبعا اقبال الناس، لحد الان احنا لقحنا فوق 200 شخص، يعني لحد الان من الساعة 8:30 تقريبا احنا بدينا الشغل، ما عدا الجرعة الاولى تقريبا وصلنا 100 شخص لحد الان، يعني المجموع 300 عسكري ومدني. طبعا عسكري ومدني، العسكريين عنمشيهم حتى بدون موعد بس يكونون مسجلين، لكن المدنيين ضروري يكونون عندهم موعد حتى لا يكون زخم على المنفذ التلقيحي. اكو مشاكل اخرى والله الزخم اكثر شيء، ويعني احنا نتمنى من المواطن انه ينتظر الموعد ماله حتى لا يكون زخم، لانه هو يجي بدون موعد راح يكون زخم. يعني احنا اليوم عندنا تقريبا 200 شخص موعد، فاذا نمشي ناس بدون موعد راح يكون زخم على المنفذ ويكون يعني فوق طاقه المنفذ. ايضا المكان يعني ضيق لا يسع. المكان ضيق ما يسع يعني العدد الكبير، اي يعني احنا نصل الى 400 فوق ال 400، لكن اكثر من هذا ما راح نقدر نستقبل. لكن تعرف المستشفيات هي نظامها، يعني احنا هذا نعتبره أحسن مكان، يعني إيش قد ما سوين يعني اختاروا غير مكان، يعني شفنا هذا الأنسب لنا، يعني نتمنى المواطن هم يتعاون معانا يكون يجينا على الموعد. علينا احنا وين؟ بالمستشفى المصري العام. شنو المشكلة؟ مشكلة ازدحام عسكريين مدنيين. المفروض أن عندك الساعة العسكريين المفروض عندهم طبابات، على الطبابات مالهم تطلع مثل فرقة جوالة عليهم تلقحهم. أول شيء أسهل لنا وأسهل لهم. لقحت. اخذت انتظر ساعتين المدير مالتي ما يلقها بدي يلقح. ايش صار لك بعد السنة؟ ما صار لي تقريبا نص ساعه بعد ما جاني. مشكلتي انه احنا جايين من الصبح على اللقاح مال فيروس كورونا اللي هو بمستشفى الموصل العام. الحقيقه العسكريين ماخذين كل الوقت، يعني على حساب المدني يجي بدون سره. احنا اني اوجه يعني مناشده للدكتور فلاح بعمل يوم مخصص للعسكريين او تخصيص غير مكان للعسكريين حتى المدنيين براحتهم ياخذون اللقاح، والا يعني فوضى صايره. اسمك جاب الالكتروني؟ ايه جاب السجل، قدمت على الرابط ودزوا لي رساله وجيت بيها اليوم. حضرت اليوم؟ ايه حضرت اليوم. ايش قد طولت بالتلقيح؟ من 7 الصبح لحد الان لقحت، وبعد الكرت ما معلومه متى يطلع. 7 الصبح خلينا نشوف الساعه. الساعة 12 اي اللي 12 الظهر، وبعد الكرت ما طلع توتني قبل 5 دقائق لقحت. السبب مو فقط بالمستشفى احنا نقول، لكن اسعى الان نشوف زخم صار. الناس اقبال على التلقيح بهاي الايام، وخاصه هاي اليومين ثلاثه صار توعيه، لان اللقاح يعني قنوات الاعلاميه والهذا انه اللقاح امن، ولهذا نشوف زخم اضافه للموظفين الكل، يعني توجيه صار بها بأن يلقحون الكامل. تقريبا 3 ساعات أو أكثر من 3 ساعات 4 ساعات يلا تلقح على هذا الازدحام، لأن العسكريين والمدنيين بهذا الحدود.